لاحظوا هنا على شريط المهام هذا اللي هو تاسك بار، نضغط بالزر الأيمن، فلاحظ أنه تاسك بار السيتنج إعدادات تاسك بار. طبعا هذه أغلبها ما تظهر عندكم لأن الحاسبات غير مفعلة. طبعا تلاحظوا ويا هنا حاليا تاسك بار هو ظاهر بالأسفل، نقدر نغيره يصير على سبيل المثال على جهة اليسار. فلاحظوا ويا هنا اجي صار التاسك بار بدل ما على الأسفل ظهر على جهة اليسار. أيضا كذلك نقدر نغيره، نقدر نسوي على سبيل المثال إلى جهة اليمين، فلاحظوا ويا هنا هذا التاسك بار اجي إلى جهة اليمين، وهكذا نقدر نخليه على سبيل المثال يصير توب، يعني راح يصير لاحظ هنا وياي هذه القائمة فتظهر من التوب. إذا هذا هو نرجع إلى الباتم اللي هو إلى الأسفل وهكذا. طبعا هذه أيضا مجموعة إعدادات نقدر نسوي اللوك تاسك بار، إذا نغلقه يعني ما نقدر نسوي عليه في التعديل أو أنه يكون مفتوح. طبعا بالإضافة إلى ذلك أنه إذا كان مفتوح نقدر نكبر التاسك بار، لاحظوا هنا يعني نظهر بهالصورة هذه، يعني يصير أكبر أو أقل أو أصغر وهكذا. فإذا نسوي اللوك فراح يصير ما نقدر نعدل عليه ولا نقدر نغيره، بس نقفله يصير عليه اللوك فراح يكون مقفول. طبعا اوتوماتيكلي هايد ان تاسك بار ان ديسك مود، فلاحظوا هنا مباشره يكون اخفاء، بس انه مجرد نزل الماوس الى الاسفل فانه راح يكون عندي يظهر او يكون مخفي، يعني يكون اوتو، يعني يظهر او يخفى بشكل اوتو. ايضا نقدر نلغي او نفعل هذه الخاصيه، فهذا هو الخاص بها. طبعا كذلك نقدر نغير الاعدادات اللي هو الكولر وغيرها اللي هذه طبعا انتم ما قدرتوا غيرتوها في اغلب المحاضرات السابقه، مثل ما قلنا الحاسبات تكون غير مفعله. بالاضافه الى النوتيفيكيشن اريا اللي هي هذه، هنا على سبيل المثال لاحظوا ويا هنا اذا اريد هذا سيند تو ون نوت اند تول، هذا اذا اريد نفعله يكون مظهور يظهر عندنا بالاسفل. فلاحظ حاليا هو ما موجود، فحاليا ما موجود لاحظ هنا، بس اذا نضغط هنا راح يكون عندي شنو وين يكون عندي ظاهر. فاي شيء تري يكون عندي على سبيل المثال جوجل كروم، كذلك هنا لاحظوا وياي هنا ايضا يجي يصير عندي موجود هنا. فما نقدر نخليه يكون عندنا ظاهر بالاسفل بشريط المهام او يكون لا، فحسب هذا. طبعا كذلك الباور، فلاحظوا وياي هذه الباور تكون اما ظاهره او لا. فهذه هي النوتيفيكيشن اللي تظهر او الايكونز اللي تظهر عندنا شنو بالتاسك بار، هذه شنو اللي تريد يظهر عندك بالتاسك بار. على سبيل المثال اي تطبيق تريد يظهر فنقدر نظهر بالتاسك بار. كذلك عندنا لاحظوا ويا هنا نقدر نضغط نضغط ايضا رايت كليك، لاحظوا ويا عندي شيء اسمه شريط، لاحظ ان هذا شريط الادوات اللي هو تول بارز، لاحظ ان اكو شيء عندنا ادريس، عندنا لينك، عندنا ديسكتوب الى اخره. فهذه هو ايضا موضح لك اياهم شنو وظيفه كل واحد بهم. فعلى سبيل المثال اذا نضيف هنا الديسكتوب، فلاحظ ويا هنا راح يضاف عندي هذا هو الديسكتوب، فبمجرد تضغط عليه راح تظهر كل الديسكتوب، يعني هذا الديسكتوب يظهر عندي، لاحظ ويا هذا الديسكتوب يظهر عندي بمجرد شنو انه بدون ما تروح عليه يكون عندك ظاهر هنا. اذا انه هذه مثل ما قلت لك شريط الادوات، او انه هذا التول بار شريط الادوات تقدر تضيف ادريس لينكس وديسكتوب وغيرها. فاذا تريد تلغيهم نضغط عليها مره ثانيه حتى يروح التأشير. كذلك السيرش بوكس، ان هذا السيرش بوك لاحظوا هذا السيرش، اذا تبحث عن ملف فرضا اريد ابحث على النوت باد، فهذه صار عندي النوت باد، اي ملف تبحث عليه فمجرد تبحث عليه بهذا الطريق وتقدر تخفيه او تظهره، فنقدر نسوي له هيدن فراح يكون ما موجود عندي. فلاحظنا ما موجود عندي هذا الشريط اللي او شريط السيرش، لاحظوا هنا شو فتظهر عندي مره ثانيه هذه السيرش. وغيرها من هذه لاحظ كاسكيد ويندوز شو ويندوز ان ستاكت، طبعا هنا تقدر هذه ترتب الايقونات اللي موجوده بسطح المكتب اللي حاليا فاتحه في كاسكيد ويندو، لاحظوا يرتب لي هذه الايقونات بهذا الطريق او بهذا الشكل. وبكذلك نقدر نضغط رايت كليك شو ويندوز نلاحظ راح يكون عندنا يظهرون بهذا الشكل، فنرتب الايقونات بالطريقه اللي احنا نريدها. هذه كلها شنو موجوده عندك هو هنا اضافه اللي او شار لك لها هنا طبعا بالشرح. اضافه الى ذلك عندي شيء اسمه اللي هو التاسك فيو،
اللي هو هذا، لاحظوا وياي هنا اظهار او اخفاء. عرض المهام تاسك فيو باتون اللي هو ايضا شنو تضغط عليه هذا التاسك فيو. نقدر نسوي اكثر من سطح مكتب، لاحظوا وياي هنا عندي ديسكتوب 1 اللي هو احنا حاليا اللي هذا انا فاتح فيه هذا الملف. نقدر نضغط، لاحظوا وياي هنا نقدر اضيف واحد اخر اللي هو هذا، خليه على سبيل المثال نفتح به هذا الفولدر فنقدر نفتح به هذا الفولدر. فلاحظوا يعني هنا نقدر ننتقل بياناتهم، يعني هذا بالبي دي اف اللي احنا فاتحيه، والثاني راح يكون عندي هذا بداخله. اذا نتنقل الى حسب التاسك، مجرد نضغط على هذا التاسك فيو راح ننتقل لشريط المهام، عفوا للديسكتوب المعني. هذا ايضا هو اشار لها بهذا البي دي اف وغيرها. طبعا هذا كيبورد، كذلك عندي كيبورد اقدر استخدمه بالحالات، يعني على سبيل المثال اذا عندك الماوس والكيبورد مالتك ما يشتغل فتقدر تستخدم هذا الكيبورد وتستغنى عن الكيبورد الخاص الموجود بالحاسبة. فأيضا بمجرد تضغط عليه هنا وتظهر الكيبورد. طبعا هذا اللغة الإنجليزية، تقدر بمجرد تضغط على اللغة هنا تقدر تتحول من عربي إلى إنجليزي نفس الحالة. إذا هذه نقدر نستخدمه بدل عن عوضا عن الكيبورد اللي موجود عندك موجود عندك بالحاسبة. هذه مثل ما قلت لك قبل شوي عرض النوافذ كاسكيد ويندوز، انه شلون تعرض النوافذ اللي موجودة. ايضا بمجرد انه تضغط على رايت كليك على شريط المهام وتختار اي واحد من هذول اللي موجودين، هذه الاختيارات اللي هو طبعا هذه مع تقراهم، يعني عرض تجانب النوافذ، عرض النوافذ الحالية، عرض جنبا الى جنب، وهكذا طريقة عرض النوافذ هذه هي. طبعا هذا اخفاء او مثل ما قلت لك اخفاء او اظهار شريط المهام، اوتر هايد ذا تاسك بار، هسه قبل شوي اشرت لك اليه، فقلنا التاسك بار سيتنج، ونقدر نروح وين على انه يكون نخفي او نظهره، عفوا اوتوماتيكلي هايد اخفاء او اظهار شريط المهام. فهذه هي كلها يعني تقريبا مريت لك عليها، يعني هي موجوده هذه بالبي دي اف. بعد اكو شيء مهم واخير، يعني فقط الاشياء اللي اظهر اللي ناخذها هي ادرسوها. هذه اخذناها ايضا، هذه الاكشن سنتر او انه الكويك ان الاكسس، كويك ان الاكشنز من المهام السريعه اللي هي هذه موجوده عندنا بهذه. لاحظ ان هذا الكويك اكشنز، كذلك نقدر طبعا عندنا موجوده هذا الكويك اكشن، نقدر ناخذ هذه مباشره ننتقل على سبيل المثال السيتنج ايربلاين مود تابلت مود، وكذلك هذه عندي ايضا نقدر ننتقل لهم ايضا بصوره سريعه. فهذه اللي موجود عندنا. فبالإضافة إلى ذلك خلي بعد أكو شيء عندنا جزء أساسي، طبعا هذا التقويم وغيره من التقويم. طبعا هذه التقويم هي أيضا همية منها، تقدر توصل هذا التقويم وتحدد إذا تريد تنتقل تغير التقويم. طبعا لاحظوا هنا هذه أيضا مهمة، إذا تضغط هنا هذه العلامة الويندوز بالزائد إكس راح يظهر عندك هذا الشكل، لاحظوا هاي لاحظوا يظهر هذه. فبمجرد تضغط علامة الويندوز اللي هي هذه بالإضافة إلى الإكس فراح تظهر هذه القائمة. ننتقل إلى الأبس أند فيتشرز، هذه من تنتقل إلها طبعا تقدر شنو تظهر لك كل التطبيقات. هذه التطبيقات بمجرد تضغط على أي تطبيق شنو نقدر نسوي له أن أنستول، يعني إزالته، إزالة من الحاسبة، يعني عدم التثبيت، يعني راح نشيله من الحاسبة أصلا. فهذا همين يعني أريدك تعرفه. فتلاحظوا يعني منها يمكن إزالة أو تعديل البرامج، منها يمكن أن تتحكم في مركز الكمبيوتر المحمول وغيرها، يعني هذه كلها لاحظوا يعني في واحد، يعني هذا من الأمور اللي منهم فرضا الموبيلتي سنتر، من الباور أوبشنز، من الإيفنت فيور سيستم، ديفايس مانجر، نتورك كونكشنز، ديسك، إلى آخره من المهام. يعني فهذه اللي هو جاي يقول هذه المهام اللي نقدر نوصل من خلالها إلى شنو، من خلال الضغط على الزر علامة الويندوز زائد اكس. اوكي، فهذه هي النقاط المهمة اللي اريدك تعرفها، بالاضافة الى عندي النقطة الاخيرة اللي هي شنو عندي. لاحظ هذه القائمة الستارت منيو مكونة من عدة اجزاء، اولا لاحظوا هذا رقم واحد اللي هو يوزر اكاونت، هذا اثنين موست يوزد يعني التطبيقات اللي اكثر شيء تستخدمها، يعني لاحظ بس تضغط على الستارت لاحظ هنا وياي طبعا هذا اللي موجود ان هذا الاكونت يعني اليوزر اكونت اللي هو تقدر تضغط عليه وتعدل على الاكونت اللي موجود. موست يوز يعني التطبيقات اللي
أكثر شيء تستخدم عندي بالحاسبة حاليا، يعني أقدر أستخدمها 3 فايل اكسبلورر، يعني هذه هو، لاحظوا يا هذه فايل اكسبلورر، كذلك هي وين موجودة عندك، هذه فايل اكسبلورر يعني الفايل اللي نقدر نستخدمها، ف موجودة عندنا هنا هذه. طبعا هذه أيضا موجودة عند سيتنج دوكيمنت بيكتشر وإلى آخره. فهذه يعني انه تنتقل الى الرقم وتشوف شنو يعني. فرن 6 all settings all apps، يعني هذه اللي هي all apps، هي كل التطبيقات اللي موجودة عندك، هذه اللي موجودة عندنا لاحظوا هنا. فيصير عندي كل التطبيقات، هذه الستارت واللي هي داخلة كل التطبيقات الخاصة بالحاسوب. اوكي okay.